أخبار اليوم. النهارده واحنا معاكم من داخل مدرسة قصر الدبارة بدائرة بولاق، هنتابع معاكم مدى إقبال الناخبين لليوم الثاني لجولة الإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. هنتابع معاكم مدى إقبال الناخبين وقبل إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان نتائج عمليات الفرز. والنهارده معانا المستشار عزت سمير المراقب القضائي للمركز الانتخابي بمدرسه قصر دبار. سياده المستشار، اهلا بحضرتك. اهلا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. احنا النهارده عايزين نعرف منك ما ابرز ما حدث في اليوم الاخير وقبل انتهاء عمليه التصويت في المرحله الثانيه لعمليه الانتخابات البرلمانيه، تكلمنا عنه النهارده. احنا النهارده اليوم الاخير واليوم الثاني لجوله الاعاده للمرحله الثانيه. الانتخابات فيها بتسير الحمد لله بكل انتظام، الناخبين بيمكنوا بكل سهوله يخشوا الانتخابات اللجان بتاعتهم وبيدلوا باصواتهم وبيخرجوا عادي، ما فيش اي مشاكل خالص، والاحداث كلها كالمعتاد. يعني كان في اليوم النهارده يتسم بنوع من المخالفات التجاوزات يعني تكاد تكون نسبه يعني لا تذكر. كان في حاله واحده بس فقط تم ضبطها وتحرير محضر بالاجراءات واحالتها للنيابه المختصه. عايزين نتعرف من حضرتك اكتر، ما هو دور المراقب القضائي داخل عمليه الانتخابات؟ المراقب القضائي فنم هو ضمانة من ضمانات الإشراف على الانتخابات. اللجنة العليا الانتخابات أرستها حتى تضفي للناخبين الشعور بالاطمئنان بأن العملية الانتخابية بتصير بانتظام وبشفافية وبنزاهة. دور المراقب القضائي هو مراقبة الانتخابات من خارج اللجان ومن داخلها ومتابعتها وضبط أي مخالفات قد تحدث ومنع وقوعها، وإن وقعت مخالفات سواء دعاية انتخابية سواء تعطيل لدخول الناخبين بيتم ضبطها وتحرير محضر الإجراءات وتسليمه، تسليم المخالف لقوات التأمين لتسليمه للنيابة المختصة للتحقيق. النهاردة احنا مع حضرتك ومن داخل لجنة انتخابات نسائية، حضرتك بيتم الإقبال هل من كبار السن، من السيدات المتوسطات في العمر؟ يعني كلمنا نسبة الإقبال كانت فيها ازاي؟ لجان المركز الانتخابي المدرسة قصر الدبارة هي لجان سيدات من سيدات مصر الفضليات. يعني اللجنة دي تتسم ان السيدات فيها كبار السن وشهد ليهم حضور طيب جدا يعني، ولحسهم الوطني ودورهم لمساهمتهم في بناء أوطانهم يعني. واحنا لسه مكملين في اليوم الثاني قبل اغلاق صناديق الاقتراع، هل متوقع ان تزداد نسبه الاقبال في الفتره القادمه وقبل اغلاق الصناديق؟ ان شاء الله تعالى متوقع. احنا دلوقتي في الساعه الراحه المقرره قانونا، بعديها ان شاء الله متوقع باعتبارنا ده اخر اليوم، فقد يكون المنافسه تشتد فيه، يعني متوقع ان طبعا يبقى في زياده عن بدايه اليوم. استاذ مستشار، احنا بنشكر حضرتك. ميرسي، متشكر جدا فنم، وبالتوفيق ان شاء الله.